أعزائي وأحبائي، أهلا ومرحبا بكم في نشرة نور كل صباح. نشرة نور صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس لعام 2023. هذا اليوم يوم عظيم، يوم عيد الأم التي تأتي تحتفل به جمهورية مصر العربية. هذا اليوم له مذاق خاص عند كل المصريين، لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع دارات المرور ومحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية داخل محافظات القاهرة الكبرى، وأيضا على الطرق السريعة تم تعزيزها بمجموعات الدراجات البخارية وسيارات الغاز الفورية وسيارات الدفع الرباعي، وبمناسبة توجه السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي للقاء الأم. فرحة ما بعدها فرحة في هذا اليوم. كذلك بالنسبة لكافة المتنزهات والمراسي النيلية والفنادق والمولات والكافيتريات وأماكن التنزه وممشى أهل مصر، كل هذه الأماكن من المتوقع زيارات السادة المواطنين ليها بمناسبة عيد الأم، لذلك تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة مدعمة بالآليات والأوناش لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع، مع تعزيز المناطق التجارية أيضا بخدمات مرورية ثابتة لمنع الانتظار الخاطئ بمناسبة توجه السادة المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان الكريم. حاليا كثافات متحركة في صباح اليوم بمحور 26 يوليو القادم من مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان ومناطق المهندسين، لذلك ويفضل استخدام الطريق الدولي الساحلي للهرم حتى نخفف الضغط المروري على محور 26 يوليو. أيضا توجد كثافات مرورية عالية حاليا أعلى المنيب اتجاه منزل شارع البحر الأعظم اتجاه شارع ربيع الجيزي اتجاه مناطق الدقي، لذلك ننصح باستكمال الرحلة أعلى الدائري اتجاه المحاور الجانبية الرئيسية وهو محور المنصورية ومحور المرتية حتى يمكن أن نخفف الضغط المروري على أعلى المنيب. أيضا حاليا كثافات مرورية عالية بالنسبة للقادم من شارع الهرم من ميدان الرماية اتجاه نفق الهرم اتجاه مطلع كوبري الجيزة المعدني، بالنسبة للسيارات القادمة من طريق القاهرة فيوم الصحراوي وطريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وسطح أرضي اتجاه ميدان الرماية، لذلك يفضل استخدام محور أنور السادات ترسى سابقا وكوبري خاتم المرسلين بالإضافة إلى المسطح الأرضي لمحور فيصل حتى يمكن أن نخفف ضغط المروري على شارع الهرم. مما لا شك فيه أن مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، وذلك لمنع أي تراكمات أو كثافات مرورية بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الموجودة بنفس المواقع بهدف متابعة الحالة المرورية، وأيضا إرشاد قائدي السيارات عن طريق اللوحات الإرشادية واللوحات التنظيمية واللوحات التحذيرية بالمحاور والطرق البديلة حتى لا تسبب أي تراكمات مرضية. منافذ القاهرة الكبرى تم تعزيزها بخدمات مرضية من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والإدارة العامة لمرور القاهرة لسحب الكثافات القادمة من الطرق السريعة وخاصة طريق إسماعيلية الصحراوي اتجاه نفق السلام اتجاه أعلى الدائري اتجاه منزل الزراعي وتحديدا أعلى المؤسسة المتجهة إلى المركز. يمكن أبرز ما لدينا اليوم غلق جزئي بشارع 90 الجنوبي و90 الشمالي وبمناسبة أعمال رفع كمرات الخاصة بقطار المونوريل. يوم سعيد للمصريين بمناسبة عيد الأم ورحلة سعيدة مع الالتزام بقواعد وأداب المرور مع التعاون مع رجل المرور في الشارع المصري حتى يمكن تسهيل وتسهيل الحركة المرورية مع منع الوقوف نهائيا
في غير الأماكن المخصصة لساحات الانتظار. كل عام وأنتم بخير.